السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد السلام صالح، وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على قناة عالمكم. في فيديو اليوم رح نتعلم كيفية تصميم 4 خيارات إنفوغراف متحركة في برنامج باوربوينت. وقبل ما نبدأ بفيديو اليوم، لا تنسوا تحطوا لايك لهذا الفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل شيء جديد. وطبعا الأستاذ أحمد صالح أطلق دبلوم متكامل في برنامج باوربوينت من الصفر حتى تصميم المشاريع الضخمة والاحترافية، وهذا الدبلوم تأسيسي ومتكامل مع شهادة معتمدة من موقع عالمكم. وأيضا لضمان وصولكم لسوق العمل بخطوات متسارعة، تم إرفاق هذا الدبلوم بأكثر من 15,000 قالب باوربوينت احترافي. ويلا نبدأ بفيديو اليوم. في البداية أصدقائي رح نقرب اليمين ومن تنسيق الخلفية تعبية اللون رح نختاره بهذا اللون، وبعدين رح نتوجه لقائمة إدراج ومن أشكال رح نختار مستطيل ونرسم مستطيل بهذا الشكل، من محاذاة، محاذاة إلى الوسط، ومحاذاة إلى المنتصف. ورح نحط المستطيل بدون إطار، والتعبئة رح نختارها من لون الخلفية. رح نتوجه مرة تانية لقائمة إدراج ومن أشكال رح نختار دائرة ونرسم دائرة بهذا الشكل. رح نقر عليها باليمين ورح نعطيها نقل الخلفية بحيث أنه تكون وراء المستطيل. رح نحط بداية الدائرة من فوق في بداية المستطيل ونهايتها بنهاية المستطيل. رح نحط الدائرة بدون إطار، والتعبئة رح نختارها باللون الأسود. رح ننقر على الدائرة باليمين، ومن تنسيق الشكل تأثيرات رح نحط لها حواف ناعمة، رح نحطها وليكن 15 بهذا الشكل. رح نكبر شوي بالضغط على كنترول، ورح نرجع الدائرة لورا شوي بهذا الشكل. رح نحدد الشكلين ورح ننقر عليهم باليمين، ومن تجميع رح نختار تجميع. رح نتوجه مرة تانية إلى قائمة إدراج، ومن أشكال رح نختار مستطيل زوايا علوية مستديرة، ورح نعطي استدارة بالضغط على شيفت. رح نحط المستطيل بهذا المكان. من دائرة البرتقالية هاي رح نسحبها للأخير لحتى تصير معنا بهذا الشكل. رح نصغرها شوي ونحطها بهذا المكان. هاي الدائرة أو هذا الشكل رح نحطه بدون إطار، والتعبئة رح نختاره بهذا اللون. رح نتوجه مرة تانية إلى قائمة إدراج، ومن أشكال رح نختار مثلث ونرسم مثلث بهذا الشكل. رح نعطيه شوية استدارة ورح نرسمه بهذا الشكل. رح نتوجه كمان مرة تانية إلى قائمة إدراج، ومن أشكال رح نختار مستطيل ونرسم مستطيل بهذا المكان. رح نصغر المستطيل بهذا الشكل. بعدين رح نحدد الشكلين ورح نحطهم بدون إطار، والتعبئة للشكلين رح نحطهم بهذا اللون. رح نزوم من عنده بالضغط على كنترول، رح يكون الشكل معنا هيك رح نحددهم، ومن تنسيق الشكل دمج الأشكال اتحاد. ولا رح نجيبه لهون، رح نصغرهم بالضغط على كنترول شيفت، رح نحطهم بهذا المكان، رح نكبرهم بالضغط على شيفت بهذا الشكل. وبعدين رح نقر عليه باليمين ورح نعطيه نقل إلى الخلفية بحيث الظل والمستطيل يكونوا أمام هذا الشكل. بعدين رح نتوجه لقائمة إدراج، ومن أشكال رح نختار خط مستقيم، نرسم خط مستقيم بهذا الشكل. ومن محاذاة رح نختار محاذاة إلى المنتصف، ومن إطار رح نختار السماكة 2.25. رح نتوجه مرة ثانية إلى إطار، ومن شرط رح نختار وليكن هذا النمط. اللون رح نختاره بهذا اللون، خلينا نقلل السماك شوي وليكون 1.5 بهذا الشكل. من إطار مرة أخرى، أسهم رح نختارها دائرية من الطرفين، رح نقربها هون شوي بهذا الشكل. رح نتوجه مرة ثانية إلى قائمة إدراج، ومن أشكال رح نختار مستطيل ذو الزوايا المستديرة، نرسم مستطيل بهذا الشكل. رح نخلي دائري بهذا الشكل بسحب النقطة البرتقالية لهذا المكان، نحطها في تقريبا المنتصف بين هي وهي بهذا الشكل، نسحبها لهذا المكان. وبعدين رح نتوجه مرة ثانية لقائمة إدراج، ومن أشكال رح نختار مستطيل ونرسم مستطيل رفيع بهذا المكان. بهذا الشكل رح نسحبه لهون شوي لنحدد المستطيلين، ومن تنسيق الشكل دمج الأشكال تجزئة. لنحدد الأشكال الزائدة رح نقوم بحذفهم، صار معنا قطعتين بهذا الشكل. هذا المستطيل رح نحطه بدون تعبئة ورح نقر عليه باليمين، ومن تحرير نقاط رح نضغط على هاي النقطة باليمين ورح نختار فتح مسار،
بعدين نضغط عليها باليمين مرة تانية وحذف النقطة بهذا الشكل. هاي الدائرة أو نصف الدائرة لنحطها بدون إطار، والتعبئة رح نختارها بهذا اللون. حتى الستروك أو هذا المستقيم رح نختاره بنفس اللون. رح نزود من عند هاي القطعة بهذا الشكل بضغط على كنترول. لنتوجه مرة تانية لقائمة إدراج، ومن أشكال رح نختار مثلث، ورح نرسم مثلث صغير بهذا الشكل. رح نعطيه استدارة بضغط على شيفت وتدويره بهذا الشكل. رح نحطه بهذا المكان. ورح نحدد نصف الدائرة مع المثلث، ومن دمج الأشكال رح نختار اتحاد. مرة تانية رح نتوجه لقائمة إدراج، ومن الأشكال رح نرسم دائرة. رح نضغط شيفت ورح نرسم دائرة بهذا الشكل. رح نكبرها شوي بضغط على كنترول وشيفت وسحبه، ورح نحطها بدون إطار، والتعبئة رح نختارها باللون الأبيض. رح نقرع الدائرة باليمين، ومن تنسيق الشكل تأثيرات رح نختار لها الظل، وليكون التنسيق هذا التنسيق. رح نزود الضبابية شوي، الشفافية رح نقلل شوي بهذا الشكل. رح نتوجه مرة تانية لقائمة إدراج، ومن أشكال رح نختار دائرة. رح نرسم دائرة بضغط على كنترول شيفت وسحبها بهذا الشكل. نحطها بالمنتصف بحيث إنه يكونوا كلياتهم على مساواة واحدة، ونحطها بدون تعبئة، والإطار رح نختاره بهذا اللون. رح نكرر الدائرة بضغط على كنترول ودي. رح نطابق الدائرتين فوق بعض. الدائرة العلوية رح نحطها بدون إطار، والتعبئة رح نختارها بنفس اللون. ورح نضغط هلا كنترول شيفت ونصغرها بهذا الشكل. نحدد الدائرتين مع بعض، ومن محاذاة محاذاة إلى الوسط، ومحاذاة إلى المنتصف بهذا الشكل. رح نتوجه إلى الشريحة اللي قمت بإعدادها مسبقا. رح ناخذ الرقم مع النص كنترول سي كنترول في. رح نحط الرقم بهذا المكان، ونحطه باللون الأبيض، ونحط له ظل بهذا الشكل. رح نحدد النص ونحطه بهذا المكان ونكبره شوي. وهون رح ناخده بنفس لون الأشكال مثل ما كنتم شايفين. رح نحدد كل الأشكال هلأيت، ورح نضغط كنترول ورح نكررهم 4 مرات. رح نظبط المحاذاة بيناتهم بهذا الشكل. هلا رح نقوم بتغيير الأرقام. هون عنا 02، ورح نحدد هدول الأشكال مثل ما كنتم شايفين طلعوا للأمام أو تقدموا للأمام. رح نقرع عليهم باليمين، ورح نعطيهم نقل إلى الخلفية. هلا أصدقائي رح نقوم بتعديل الألوان. هذا الشكل رح نختاره من هذا اللون، الشكل الصغير اللي له رح نحدده، رح نختاره بهذا اللون. كان عن هذا الشكل رح نختاره بهذا اللون. عن الدوائر الصغار كمان نختارهم بنفس اللون. عن هذا الخط كمان نختاره بهذا اللون. وعن هون الكلمة أو العنوان رح نختاره كمان باللون الأخضر نفس اللون. على الشكل الثالث والرابع نفس الشيء. رح نحدد هلا كل الأشكال اللي عنا، ورح ناخدهم إلى المنتصف تقريبا بهذا الشكل. رح ننزل لتحت شوي بحيث العنوان ينحط فوق. في الشريحة اللي قمت بتجهيزها من قبل في عندي هون أيقونات، كما رح أقوم بنسخهم كنترول سي كنترول في، ورح أقوم بتوزيعهم بأماكنهم بهذا الشكل. وهلا أصدقائي رح نحدد كل شكل مع محتوياته، ورح نقر عليه باليمين، ورح نعطيه من تجميع تجميع أو كنترول جي من الكيبورد. كان عنا هذا الرقم مع هذا الشكل كنترول جي، أو نقر عليه باليمين ومن تجميع تجميع. تمام، هلا رح نسوي نفس الطريقة على كل الأشكال. وهلا أصدقائي
راح نجيب الخريطة Ctrl C Ctrl V راح نقل عليه باليمين وراح نعطيه نقل إلى الخلفية. طبعا الألوان اللي ما عاد لازمتني فراح أقوم بحذفها. الألوان موجودة في الصفحة اللي بعدها أو في الشريحة اللي بعدها. راح نكبل الخريطة بهذا الشكل، ضغط على Shift ومن ترتيب محاذاة، محاذاة إلى الوسط ومحاذاة إلى المنتصف. راح نحدد الخريطة ومن تنسيق الشكل شفافية، خيارات شفافية الصورة راح نختارها هون 90-95. مثل ما بكون شايفين المستطيل عندي صار فوق الخريطة، فراح أحدد المستطيل مع هدول الأشكال الصغيرة اللي قمت برسمهم بهذا الشكل ونقر على اليوم باليمين ونقل إلى الخلفية بحيث أن الخريطة تصير معي فوق الأشكال أو فوق المستطيل. تمام، ولهون يا أصدقائي بيكون خلصنا رسمتنا اليوم. هلا راح أقوم بعمل إنيميشن وتحريك لهي الشريحة. راح نحدد العنوان مع الخريطة بنضغط على Shift طبعا، ومن حركات راح نختار تضاؤل، راح نفعل جزء الحركة حتى نشوف الحركات. راح نحدد الشكل هاد وتحريك للداخل راح نختاره، من خيارات التأثير راح نختار من اليمين. المدة راح نزودها وليكن 1 بهذا الشكل. راح نحدد الشكل الصغير للأمامه وراح نختار مسح، من خيارات التأثير من اليسار وراح نختاره بعد السابق. راح نختار المستقيم هاد وراح نختاره انقسام، ومن خيارات التأثير راح نختار أفقي إلى الخارج وراح نختاره بعد السابق. هذا الشكل راح نختاره مسح، من خيارات التأثير راح نختاره من اليسار، والمدى راح نزوده شوي وليكن 1 وراح نختاره بعد السابق، والتأخير راح نحطه 0.25. هلا زقي راح نحدد هذا الشكل مثل ما كنتم شايفينه أنا حاطه عند النقر، راح نحطه بعد السابق. هلا راح أقوم بعمل نسخ الحركة لباقي الأشكال. راح نحدد الشكل الأول، نسخ الحركة على الشكل اللي بعده، بعدها راح نختار الشكل اللي أمامه راح نختاره مسح، من خيارات التأثير من اليسار راح نختاره بعد السابق. هذا الشكل راح نختاره من نسخ الحركة على هذا الشكل. بنفس الطريقة على باقي الأشكال. ولهون يا أصدقائي بيكون خلصنا وضع الحركات. رح نشغل الشريحة ونشوف الحركة شلو رح تصير معنا. ولهون يا أصدقائي بيكون خلصنا فيديو اليوم. كما كان عبد السلام صالح من قناة عالمكم، أشكركم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.